مراسل أوريت نيوز من ريف حلب إبراهيم الخطيب للوقوف على آخر التطورات هناك وآخر تطورات معركة درع الفرات. أهلا بك إبراهيم. إذن الآن مجزرة جديدة لطائرات التحالف اليوم في الريف الشمالي، يعني بداية نريد التفاصيل، أين وصلت حصيلة الشهداء والجرحى أيضا؟ نعم، اهلا بك ميرا وبالسادة المشاهدين. فعلا البارحة كان هناك انباء عن 10 شهداء في منطقة دويبق في ريف حلب الشمالي بقصف لطائرات التحالف الدولي، وكما ذكرت خلال نشرات سابقة لم اتمكن من الحصول على معلومات كافية فيما يتعلق بان كانت طائرات التحالف الدولي قد استهدفت منطقة تابعة لتنظيم الدولي كان في محيطها مدنيين كما حصل خلال الفترة الماضية، لكن هي المرة الثانية على التوالي حقيقة التي يتم استهداف من قبل طائرات التحالف الدولي خلال الشهرين الماضيين. الأولى كانت عند بدأ عملية تحرير جرابلس عندما استهدفت طائرات التحالف الدولي إحدى النقاط القريبة من وحدات حماية الشعب الكردية ما أدى لاستشهاد عدد من المدنيين، وهي المرة الثانية التي ربما تم خلالها استهداف من قبل طائرات التحالف الدولي لإحدى مناطق تنظيم الدولي ما أدى إلى استشهاد 10 مدنيين. نعم، يعني إبراهيم الاستهداف الذي حصل في دويبق كان فقط للمناطق المدنية والمناطق المأهولة المدنيين والسكان. نعم بالتأكيد، في منطقة دويبق هي إحدى المناطق التي تخضع لسيطرة التنظيم الدولي، ربما يكون هناك قصف تعرضت له إحدى النقاط أو إحدى المناطق التابعة لتنظيم الدولة وحصل 10 شهداء حتى هذه اللحظة. طيب دعنا ننتقل الآن إلى معارك درع الفرات وآخر التطورات هناك. الآن الجيش الحر استعاد بلدة اخترين بالإضافة إلى عدة نقاط أخرى، دعنا في صورة آخر المستجدات. نعم بالتأكيد ميرا، معركة درع الفرات دخلت حاليا مرحلتها الثانية. نعود للتذكير بهذه المراحل. المرحلة الأولى تم خلالها تحرير منطقة جرابلس على أيدي الجيش الحر بالتعاون مع قوات الجيش التركي، والمرحلة الثانية تم خلالها السيطرة على كامل الشريط الحدودي الواقع بين منطقة الراعي شمالا ومنطقة جرابلس غرب إلى شرقا غربا. وأيضا حاليا المرحلة الثالثة بدأت والتي يحاول من خلالها الجيش الحر توسيع بقعة سيطرته خلال على التنظيم الدولي في ريف حلب الشمالي. بعد سيطرة الجيش الحر البارحة على مناطق تركمان بارح وأخترين وعدة قرى محيطة كان هناك هجوم معاكس للتنظيم الدولي تمكن خلالها من السيطرة على هذه النقاط لساعات، لكن الثوار تمكنوا بعد ذلك من شن هجوم معاكس. أيضا تمكنوا من استرداد السيطرة على مناطق تركمان بارح وأخترين ومنطقة قبتان إضافة إلى مزارع العلا، وتمكنوا بعد ذلك من السيطرة على عدة قرى أهمها منطقة تل حسين ومنطقة شويرين. هذه المناطق وقع في ريف حلب الشمالي إضافة إلى إعلان غرفة عمليات درع الفرات لمناطق الواقعة بين مدينة مارع ومنطقة أخترين ومنطقة كفرغان في هذا المثلث بالتحديد منطقة عسكرية، وطلبوا من المدنيين الموجودين في هذه المنطقة مغادرتها ريثما ينتهي العمل العسكري الذي ربما يسعى حاليا الجيش الحر خلاله وصل منطقة مارع بمنطقة أخترين عبر السيطرة على قرى الغيلانية وأرشاف وحوار النهر، وهي القرى التي تفصل بين المنطقتين على مسافة تقدر ب10 كيلو مترات، والتي ان تمكن الجيش الحر من السيطره عليها تكون المناطق الواقعه بين كفرغان ومنطقه ارشاف التحديد هي مناطق محاصره بشكل كامل من ايدي في قرابه 20 قريه محاصره بشكل كامل على ايدي الجيش الحر لم ينسحب التنظيم منها خلال هذه المعركه التي تبدا خلال ساعات. نعم، طب ابراهيم الان يعني تحديدا ما هي المسافه المتبقيه للثوار لفك الحصار عن مارع؟ نعم ميرا، حاليا هناك 3 قرى فقط متبقية لإزالة الطوق عن مدينة مارع. مدينة مارع ليست محاصرة بشكل كامل لكنها مطوقة من 3 محاور من المحاور الشرقية تحديدا، لذلك حاليا الجيش الحر ربما يرغب التقدم من منطقة أخترين إلى منطقة الغيلانية إلى منطقة أرشاف إلى منطقة حوار النهر، وبذلك يكون الطوق المفروض على مدينة مارع قد فك بشكل كامل وأصبحت مدينة مارع من جوانبها الأربعة محاطة بالثوار. وبهذه العملية تكون قرابة 20 قرية وبلدة تابعة لتنظيم الدولة في ريف حلب الشمالي أبرزها دابق ودويبق ومحيطها محاصرة بشكل كامل إن لم ينسحب التنظيم منها قبل بدء هذا العمل العسكري. المسافة المتبقية حاليا هي 9 كيلومترات أو 10 كيلومترات تقريبا. نعم، طيب إبراهيم بالنسبة لمارع كيف يبدو الوضع، وضع تنظيم الدولة وتحضيراته العسكرية؟
نعم، مدينة مرع خلال الفترة الماضية كانت محاصرة بشكل كامل. تمكن الجيش الحر من فك الحصار وأصبحت المناطق الواقعة بين مدينة مارع ومدينة عزاز مسيطر عليها. هذه المناطق هي كفر جبرين وكفر كلبين، وهي خط الإمداد الوحيد حاليا. مدينة مارع ربما يكون الوضع العسكري بالنسبة لها الوضع معقد، لا سيما وأن المدينة يحدها من ناحية الغرب وحدات حماية الشعب الكردي وقوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على قرية الشيخ عيسى وتل رفعت ومعظم مناطق ريف حلب الشمالي، ويحدها من الجهة الشرقية تنظيم الدولة من ثلاث محاور، ولديها خط إمداد وحيد، منفذ وحيد يمر من جبرين إلى كفر كلبين. لذلك سيكون للعملية العسكرية التي ينوي حاليا الجيش الحر القيام بها، والمؤشرات تؤشر لسيما إعلان هذه المناطق عسكرية بأن الجيش الحر على أبواب أن فتح هذه المعركة سوف يكون لها أثر كبير في تغيير الواقع العسكري في محيط منطقة مارع التي تعرض خلال الفترة الماضية لعدة هجمات من تنظيم الدولة، حاول خلالها التقدم إلى هذه المنطقة إلا أنه لم يتمكن من ذلك. فلذلك سوف تصبح مدينة مارع في حال تم هذا العمل العسكري من جوانبها الأربعة محاطة بالثوار، وسوف ينكسر الطوق كما يعبر الثوار عن ذلك عن المدينة الأكثر أهمية في ريف حلب الشمالي بالنسبة للجيش. شكرا لك إبراهيم الخطيب، مراسل أورينت نيوز من ريف حلب.